السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات كيما وعدتكم الدرس ديال القب، كيما وعدت البنات اللي طلبوه مني و تيجيهم قالوا لي القب صعيب. القب البنات سهل بزاف، ما فيه حتى شي حاجه صعيبه، سهل. انا نسقوه بالرمضه، غنوريكم دابا الطريقه باش كيجيكم ساهل وفي نفس الوقت مفيني مزيان، يكون متقون، ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تجيكم صعيبه في الخدمه البنات. المهم هذا هو القب، غناخدو القب هو غنديروا ليه هكا. هو كتكون عندنا هنا البنات، هادو تكون عندكم هنا واحد البلاصه صغيره، ها هي كتكون عندكم هنا واحد البلاصه صغيره، واحد البلاصه ها هي كبيره. دابا غناخذ البنات هاد البلاصه هذه اللي صغيره، غنديروا ليها هكا هكا، كنجمعوها هكا من الوسط وتنقلبوه هكا. شوفوا ها هو البنات غيعطي لينا الشكل تاع القب هكا، ها هو عطانا الشكل ديال القب. شوفوا دابا غنجي من هاد البلاصه هادي، من هنا غنبدا نفيني. اش غنحتاج؟ اش غنحتاجو في هاد القبة؟ غنحتاجو الخيط تاع الخياطه في اللون ديال الثوب، وغنحتاجو صبره مبرومه على ثلاثه الشعرات. انا كنخدم على ثلاثه الشعرات، نتوما خدموا على اللي بغيتو، ربيتو اربعه بيتو جوج. الصراحه جوج كتجي زوينه ولكن كتعذب في الخدمه، ثلاثه كتجي بين وبين، هي صراحه زوينه. هذا وغنحتاج فنيته، غنحتاج البرا تاع الرمضه والبرا ديال العقيق هكا وديال هذا باش نبل بها، هي باش غادي نفيني، باش غنفيني القب. دابا غنبداو البنات، غنوريكم منين غنبداو. غناخذوا هاد البلاصه هادي، دابا نصوبت هكا، هذا هو الوجه ديال الثوب. غنجي غناخذ هاد البلاصه من هنا وغادي ندير ليها هكا هكا، ها هو هكا. دابا غنبدا الفينيسيون من هاد البلاصه هادي، ما غنحطو هكا، ندير دابا الخيط في البرا. دابا البنات هاني درت الخيط في البرا، دابا غناخد ديك البلاصه اللي وريتكم، ها هي غندير ليها هكا، غنجمع هاد السوجي هنا ونفيني. كاين اللي غير تيجمع البنات وينبل، انا ما كتعجبنيش ديك الخدمه صراحه، هادي غير تبعوا هاد الخطوات غتخرج لكم الخدمه نقيه صراحه، غتخرج لكم الخدمه مسقونه ونقيه. غتاخذوا هاد البلاصه هادي، غنبدا كنفيني داك الفينيسيون اللي كنديروا في الكميمات وفي لوغلي تاع الجلابه، كنبدا كنفيني هكا. هاد البلاصه هذا سناخذ منه غير شويه هكا، وهذا كناخذ منه شويه الزيت، هذا غناخذ منه غير شويه باش ما كيبانليش بزاف هنا، ها هو. وندير هكا، غنبقى البنات هكا تنبقاو هكا تتنفيني هذا السطر كله. ايوا انا كنجمع البنات بصبعي وتنخدم في نفس الوقت. الطريقه سهله، تتبعوا الطريقه سهله، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، وتعطيكم الخدمه متقونه فيني، ما كيبقاش داك السوجي تما تيبان في القب، وهذا كيكون كلشي السوجي مدفون عندكم في القب فيني. تتبعوا هذه الخطوات ان شاء الله غتخرج لكم الخدمه ديالكم، غتعجبكم. بالنسبة للمبتدئات اللي ما عمرهم داروا القب هكا، هادي البنات دابا غنمشي مع هاد السطر هذا كله هكا حتى الاخير ديال هنا، حتى هنا ونحبس حتى هنا، ها هو.
دابا غنمشي مع هنا ديريكت هكا 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 حتى لهنا ونحبس ونرجع معكم نوريكم من بعد ما فيني. ها هو البنات من بعد ما كملتو في الفينيسيون دابا ها هو فينيسيو كله هكا ها هو حتى اللفان تاع هنا. دابا غنوريكم كيفاش غنثبتو في المخدة باش نبدا فيه الملاقية اللاقي باش يعطيني الشكل تاع القب ومن بعد اللي غنركبو في الجلابة. غناخد المخدة ديالي غندير هكا غناخد البنات هاد القنت مع هاد القنت هنا هكا وغندير ليهم غندير ليه هكا غنجي غناخدو من هنا لهنا كنحاول يبان لكم من هنا من هاد القنت من هاد القنت هادي لهاد القنت هكا هكا كنشد هاد القنيت هادي باش يجيني العبار هو هذاك. غنشد هاد البلاصه هادي غنحطها هنا البنات هاد البلاصه مطويه هنا غنحطو لتحت غيجيني في التحت وهذا غيجيني هاد البلاصه من فينيا تجيني الفوق فهمت البنات كنتمنى تكونوا فهمتوا. دابا غنشد هنا هكا بالفنيته غير حاول البنات بهاد المراحل ان شاء الله راه ما غاديش يجيكم القب صعيب غيجيكم ساهل غير تبعوا هاد المراحل. دابا غنجي غنبدا هنا الملاقيه غنبدا الملاقيه من هنا من هنا وانا غاديه تنوصل هاد البلاصه هادي تنوصل هنا وانا تنلاقي من بعد غنوريكم كيفاش غاتجيولي. المهم دابا غنبدا معكم الملاقيه كيفاش غنلاقي. المهم انا شديت دابا هنا باش يعطيني شكل تاع القنيت ديال القب. دابا غناخد باش نشد هاد البلاصه هادي باش ما يكونش عندي تراجيل ما يكونش عندي واحد كبر من الاخر. غنشد هنا هكا وغنجي غنبدا الملاقيه من هنا باش ملي كنوصل لهاد البلاصه هادي ديروا البنات هكا البنات اللي تشاهدوني المهم ديروا هكا اللي يلاه كيتعلموا ديروا هكا ملي توصلوا لهاد البلاصه هادي تلاقيو كوشينه توصلوا لهاد البلاصه حيدوا هاد الفنطه وكملوا عاوتاني الملاقيه. دابا غادي نوريكم غندير الخيط ديالي في البرا ماشي الخيط الحرير غنديرو دابا البنات غنبداو الملاقيه غنشد هاد البلاصه هادي غنخلي سنتيم من هنا نبدا من هنا هكا غنبدا ندير الملاقيه ديال واحد هكا. نتوما الا لقيتو بشي طريقه باش ما لقيتو كرميت ولا ديك دقه 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 من الثوب من هاد الجي لهاد الجي ديروها داكشي اللي درتو ديروه حتى في القب. ما كان ديال ديال واحد كنشد وحده في الثوب ضربه في الثوب وضربه في الوسط وضربه في الثوب هاد الجهه عاوتاني هكا.
كنتمنى تكون كتبان لكم البنات. هيا هكا تنبقاو هكا تنكملو هاد البلاصه هادي. ديما البنات لي الله كيتعلمو عودو زيرو الرمضة ديالكم. الرمضة تعلمو انكم تزيرو الرمضة، الا كانت مزيرة وشادة في راسها كتبقى كضرب عيمان وتتبقى هي هي وتتكون تتبان متقونة، كتبان كي بحال لا مخدومة بجوج تاع الخيوط، واخا هي مخدومة بتلاتة الا كانت مزيرة. الا كانت مرخية لا ما كتبانش هكا فينيا. حاولوا البنات تعلموا من الاول انكم تعودوا تصيروا الغرازي ديالكم هكا. ايوه انا البنات انا غنبقى هكا تنكمل هاد البلاصه كلها ومن بعد نرجع معاكم ان شاء الله. دابا البنات هاني كملت، لقيت هنا كله ها هو كما كتشوفوا ها هو لقيته حتى لهنا، ودرت هنا دقدقه، بقى لي هاد شويه سكوك هنا في هاد القنيه درت فيه دقدقه. دابا غنوريكم القلب كيفاش جو. غندير هكا هكا اول البنات شفتوا داك التحت ديالو كيكون فيني مقاد ما كيبانش ليا السورجي هو هكا. دابا هو المثلث ديال القلب. دابا غنجي البنات غناخذ هاد البلاصه هادي غنفينيها حتى هي هكا التحت، غنفينيها كلها هكا التحت تجيني هنا كلها فينيا هكا، وعاد غادي نفيني الطا جلابه العنق تاع جلابه، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نركبوه. دابا غناخذ البراو وندير فيها الخيط ونوريكم كيفاش غادي نفيني هاد البلاصه هادي. اي دابا البنات درت الخيط في البرا، غناخذ هاد البلاصه هادي كيما شفتوها هاد البلاصه اللي عندي بالمقلوب، وغادي ندير هكا هكا هو، ونبدا عاوتاني كنفيني. غندير هكا تا غنفيني كلو البنات تا نطلع تا اللفة لهنا تا لهنا هاهو تا اللفة لهنايا، ونفس الشي فهاد البلاصة الأخرى تا هي غنجي من هنا نبدا نفيني هكا هكا تا اللفة لهنايا، ونرجع معاكم البنات منين فيني. البنات من بعد ما فينيتو دابا كله
هو فينيز هاد الجهة حتى هي. طبعا غنوريكم كيفاش غنفيني العنق تاع الجلابة تاعو، شفتو كيجي هاكا مفيني، متيبقاش يبان ليا داك السورجي هاكا كي بحال هنا. إلا كنت طويت غيبان ليا السورجي، غير بحيت هادي دابا بياسة في الصفر بارد مع البيض متيبانش. بعد الخطرات كيبان بزاف، كاينين اللوان تاعتو بلي تيبان فيهم هاد السورجي هاكا، ملي تديري هاكا تيبان. دابا غنوريكم كيفاش غندير العنق. اولا العنق غنفيني حتى هو، غنبدا حيت انا ديجا خدمه هكا بالحصيره، غناخد هنا غنبدا من هنا نفيني ونطلع هكا، وانا صندور فيه هكا. دابا البنات غنوريكم كيفاش غنبدا دابا من هنا، هاد البلاصه هادي اللي قطعتها ورطيت هنايا، كنبدا من هنا هكا، كندير هكا وغنبدا كنفين، غندير لهاد القنيته هنا هكا هكا هو، وغنبدا دابا نفيني في هنا. هاكا حتى كنكمل هاد البلاصه كلها. دابا البنات غنجي لهنا غندير ليها هاكا، شوف غنخدمو بالمقلوب. هكا دابا البنات اللي غنخدمو كلو هكا بالمقلوب، شفتو هكا حتى غنسالي، وغادي نوريكم كيفاش غادي يولي معانا. اول البنات دابا من بعد ما فينيتو كلو كيتفينا هكا بالمقلوب لهنا ماشي للداخل، على برا. دابا غنوريكم كيفاش غادي نلصقو معاه هاد القب هذا باش يجي هكا، يجي هكا الشكل ديال القب لاصق فيه. كنجيو البنات كناخدو النصف ديال العنق هكا، النصف ديال العنق هنا فين غنخشيو البرا فيها الصبرة. طبعا نوريكم ندير الخيط في البرا، نوريكم من بعد البنات. دابا درت الحرير في الخيط، غادي ندير هكا كيما وريتكم، غناخد النصف تاع العنق الخلف، هذا عنق الخلف، العنق تاع اللور، تندير هكا وتنشد تندير فيها الخيط. دابا راه باين ليا من اين بلاصه غنبدا، حيت غنبدا نكمل هنا كله هكا حتى اللفان حتى لهنا حتى لهنا، هو نكملو من هنا لاقي كله حتى لهنا، وعاوتاني نرجع لهاد الجهة هادي ونبدا نلاقي هكا تنكملها حتى لهنا. غنوريكم دابا كيفاش غندير، غناخد الفنيته غنعبر هكا باش ما يكونش عندي واحد اكبر من الاخر هكا، ولا يجيني مكماش ولا شي حاجه. المهم هكا ونشد بالفنطه ونبدا نخدم، نشد من هاد البلاصه هادا، هاد النص هنا اللي كنت درت فيه الملاقي اللي هبط فيه هنا، وندير هكا
تبعوا معايا مرحلة بمرحلة، غتلقاو راسكم درتوا الحب وجاكم ساهل، ما غاديش يجيكم صعيب. صافي كنبقاك كتنلاقي حتى كنكمل هاد البلاصة هادي، ملي نكمل هنا غنرجع معاكم باش نوريكم كيفاش غنعاود نكمل. دابا البنات هاني وصلت هنايا، وصلت هنا، وصلت حدا الفنيته، لقيت من هنا توصلت هنا. دابا غناخد عاوتاني نحيد الفنطه وندير هكا هكا. هاهو غير شفتو دابا غيجيني النيشان، شفتو هكا هاهو دابا غيجيني النيشان هنا. المهم انا غنشد دابا هاد البلاصه هادي وغادي ندير ليها ونثبتها عاوتاني بالفنطه هنا. خدموها البنات جوج بجوج حسن، ثبتوا شويه بشويه هكا هاهو. دابا غنبدا عاوتاني نخدم، وخا هاد البلاصه هنا البنات غندوز فوق منها عادي، غندوز بالملاقيه هكا فوق من هنا هكا حتى نوصل هنا. المهم هكا البنات غنبقى حتى تنكمل حتى تنكمل هاد البلاصه هادي. دابا البنات عاوتاني وصلت للفنطه، لقيت دابا من هنا حتى لهنا وصلت عاوتاني للفنطه. غنحيد الفنيته ديالي وغندير هكا نعبر عاوتاني هو. دابا صافي غندير الفنطه في هذه البلاصه هادي هكا هكا هو. غنجي غنثبت الفنطة هنا هكا. هاد البارتي البنات ديال الفنطة ما كتخليش يكون عندكم واحد كبير واحد صغير. دابا هاد البلاصة هادي اللي شاطت هي اللي غنفيني ملي غنجي ندير الدرصة، غنفيني باش يتفينا ليا هاد السرجينة ملي غندير الدرصة. غنوريكم من بعد كيفاش كنفينو. دابا غنكمل عاوتاني الملاقية ديالي حتى نوصل لهاد البلاصة هادي وهنا معاكم. تبعوا البنات هاد المراحل اللي قلت لكم في هاد القب، هذا المراحل كلهم غادي يجيكم القب ان شاء الله ساهل، ما فيه حتى شي صعوبه. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا صعيب تيجينا صعيب كيخرج لينا التراجين ما تيبيش يتقاد تيركبوا بعض الخطرات البنات بالمقلوب. تبعوا هاد لا فيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله غادي يجيكم القب ساهل وفي ساعة غادي تلاقوا هكا. تنكمل البنات ونرجع معكم. اول البنات دابا من بعد ما كنكملوا كنمشي مع هنا كلشي حتى لافان هكا، تنخلي هاد سنتيم هذا اللي غنجمع من بعد اللي غادي من بين ديال الطريصه هكا، ونفس الطريقه في الجهه الاخرى. ها هو تيب كي تيولي عندي الشكل تاع القب هكا. ها هو
القبض ديالي، التركاب ديالو ساهل البنات، ما فيه حتى شي حاجه صعيبه. تنتمنى ان الدرس تكونوا استفدتوا منه، تكونوا شي حاجه الا ما فهمتوها خليوها ليا في لي كومونتير. شكرا لكم بزاف البنات على المتابعه.